السلام عليكم. مالغري لو كونتر جور بغيت نقول لكم هاد الاطلاله على المحيط الاطلسي من واحد الزاويه جميله. نحن الان في مصب نهر تانسيفت. الله يسمح لي في مدى زافر كنقول تانسيفت ما كنشوفش هاد لي مدى باني طرا دايز كتبان لي البشنه المزقور الكبال الدرا ضعيفة يعني بدات كتلبس فيها والو. دونك هذا المصب ديال واد تانسيفت يعني اللي جاي من مراكش من الاطلس الكبير تل حدا اسفي 30 كيلومتر جنوب اسفي 30 كيلومتر اللي هي منطقة الصويرية. دائما كنبغي نجي لهاد البلاصة كتعجبني حيث يعانق الوادي البحر او المحيط. وندير واحد الليله تضاريس اللي حداه دونك كاين كتبان رمليه راه كتبان بزاف ديال لي دون. كاين فيلاجات هنايا قريبه طبيعه الحال. كاين بحال لاكوت كالكير يعني الصخور اللي كاينين نورمال ما يسمى بالجيولوجي لاميزيتا. دخلوا ليها الكاركار بزاف الطين لي مارن انا كيتبان تما ديك بحال متي دورسال كالكار يعني. ولا رجعتي بحال غادي للصويره يعني جبل الحديد. حاليا جبل الحديد كنظن صيح ضابي بواحد البارك ايوليا يعني انورم واللي غيمشي داكشي ديالو اليوسفيه باش يبرونش على داكشي ديال لوين. ريتا مار اللي هضرنا عليه ريتا مار قال بأنه والغابة المضلة يعني بالواد والبحر اللي فيها غويبة الكونتر جور اللي كاين هنايا. يا سلام كاين اللي كيعجبو هاد المنظر هذا ولكن اللي كيهمنا حنايا هو الواد اللي دخل التاريخ يعني كانت كتحسب دكالة لهنايا حتى الواد تانسيفت يعني كلها راه دكالة يعني ماشي بهذا التقسيم الإداري الجديد. إوا نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو. هذا غنزومي كتار تما على ليستيوار دلتا ما نقدرش نقولو دلتا لأن خصنا نطلعو للفوق بوتيتخ إلا رشق ليا راه غادي نمشي ديك البلاصة ولكن كتبان ليا بعيد. السلام عليكم.